شريف الرد بالشكل الموثق ده مقنع؟ لا ده هو ده الشيء المقنع الوحيد، خاصة يا أستاذ إبراهيم مع بحور الأوهام اللي أنا مش عايز أقول لحضرتك اللي بيتروج الترويج لها، ليها. واللي بدأ فعلا إقناع الكل بيها. ده مش الأهلي بيكسب بالحكام بس، لا لنادي ولجنة الحكومة والاتحاد الأفريقي أهلاوي، نادي القرن والأهلي مش نادي القرن، والزمالك نادي والحكام القرن الحقيقي، الفرنسويين أهلاوية. وشطة إدى الأهلي، شطة اللي هو عضو لجنة فنية وما كانش لسه موجود ساعة المعايير لما اتحطت، إدى الأهلي لقب القرن في عيد ميلاده، ومصطفى مراد فهمي وعمرو اللي مسك بعد مصطفى فهمي هو اللي ادى ده. كل دي وان بطولات الاهلي بلعيبه الاسماعيلي، وان الاهلي بيقرصن والاهلي بيفرغ ما انا الانديه. جاي لك في موضوع الاسماعيلي لان انت عملت فيها ما ملف انا بقول يعني. لحضرتك اوهام. فالرد بالطريقه اللي رد بيها احمد او كيشو او السوشيال ميديا او زي ما بنرد، هو بنتكلم بقى بالعقل وبالمنطق وبالارقام، فكان لازم ان انت ترد. يمكن لغايه ما بدانا الرد يا استاذ ابراهيم، لا ده في ناس خلاص بدات تصدق فعلا. ده انا هودي لحضرتك مثال سريع جدا باكبر اكذوبه كانت في القرن، اللي هي بطولات الاهلي بوكاله الاهرام. فلما رجعنا حضرتك، ودي يمكن انا مش عارف المعلومه دي عند حضرتك ولا لا، رجعنا ل 2011 اعلى عقد رعايه في تاريخ الزمالك كان من الاهرام، وكاله الاهرام ب 25 مليون جنيه رعايه فقط في السنه. النهارده من 2011 واحنا في 2018 عقد رعايه الزمالك، عقد رعايه الزمالك العقد الاخير اللي انتهى دوت يا استاذ ابراهيم، رعايه وبس ب 21.5 مليون جنيه الرعايه مشيت الاهرام الوحشه اللي بتدي الاهلي كل حاجه وظلمه الزمالك. تخيل انت حضرتك ما بعد عنديش انا رقم بتاع 2011 فما اقدرش اكد المعلومه او انفيها. لا مؤكد 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 لا لا مؤكد في السنه 25 في السنه وكان مع المستشار جلال ابراهيم. ما كملش الموضوع الكابتن لما كان رفض حسن شحاته. لا وهم رفضوه حضرتك. انا هقول لحضرتك نكته، راحوا اخذوا 5 مليون. اترفض واتقال لا ما ينفعش الاهلي ياخد 50 واحنا ناخد 25 لزينا زي الاهلي. فاترفض، فجه راعي هو احمد. خلاص لا ثواني لا لازم اقول طبيعة الرقم بقى. الراعي لما مشيت الاهرام، طب بلاش طبيعه الراعي، قول الرقم بس. لا مش هقول اسم الراعي. مشي الاهرام عشان ما نبقاش بنعمل اعلان. مشي وكاله الاهرام الوحشه اللي بتدي 25 مليون جنيه في السنه. جه راعي اخر ادى الزمالك لتيشيرت اعلان مليون جنيه في السنه، ال 25 وحشه فمشيناه علشان هو جاي علينا، فجبنا مليون جنيه في السنه. عايز تقول انه تم الترويج ان اللي يكسب علشان وكاله الاهرام راعيه ليه، بينما الوكاله ادت الزمالك اعلى بكتير جدا من اللي اخده بعد كده. يعني ده بقول لحضرتك في 10 سنين. والاهلي عقد رعايته بعد وكاله الاهرام بقى اضعاف الاضعاف اللي كانت عليه. ورغم ان الاهرام دخلت وعايز اقول لحضرتك حاجه برضو، كان الربط بين الاسطوره الكبير كابتن حسن حمدي اللي بوجه له التحيه من هنا، كان الربط بينه وبين وجوده في وكاله الاهرام. وكاله الاهرام الرعايه اللي فاتت اللي خدتها شركة صلة خدتها ب 231.5 مليون، الأهرام كان عرضها 228 مليون وما كانش حسن حمدي موجود، والرعاية الأخيرة برضو الأهرام موجود. فأنا بقول لحضرتك من ضمن بحور الأكاذيب اللي كانت، واللي ردنا عليها زي ما قلت لحضرتك مشيت الأهرام الوحشة اللي ظلمانة، اللي كانت عايزة تدينا 25 مليون ما لقيناش راعي، فجبنا راعي يدينا مليون جنيه واحد. طيب